بإذن الله تبارك وتعالى عاوة وهبين كيني لبعض ندودي مركع وانكدو أها إن قبلية قبيلة دل تقالن كقبيلة دا يو وحيابها مركع سلاح ديرة هلا تولى موضوع هراي نقادني عاونا موضوع عقيبتي لبعض وعوان كلا نقوم كريس لكن سيون لسوفن قليي أيون هتيا لرها قادنا وسديد بشا ربيع الأول كنا فر بقولي فرتن مسجد كعلمتان بركيسن إن شاء الله سلاد مغرب دبديد إن شاء الله وحاء ونقول قرن موضوعا قضاء كهورة شيخنا الشيخ عبد الرحمن أو أحمد عبدي مفسر كمسجد ك وموضوع إصلاح ذات البين هشيسين تدت كمركاسي يا رمها دت كمركاسي ولا علين تلايدا هذا أيوكو سابسي موضوع عاسي شيخ أنكو سودوين يا فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعًا إن شاء الله وينعركن كلمتكم من كورن دون عاوة وحوكس أبسني هاي إصلاح ذات البين ووناشنتا يهجاشنتا وحضرتك كرد حياة خلاف وحمانة وناجل جو بدلو موضوع عاصي يسوس هذا الشيء يسد الدين تونا جو بجو بابسي أيان وحوجا كوبان إن شاء الله وكتر ما بدورنا وقت كوبا درتين انت اينا موضوع سي اصلاح ذات البين او اصلاح انت اي وناج انت اي كشقي انت وما دمارت يعني وناج جيدة لك شقي انت اينا موضوع سي قد قلن وحين كهو رسين دونا كلمة اصلاح معنى هدوا وحوي وحقاش وحلا هقاشيا وحما ذي وفس هذي قدي مكهو ربا الصلاح يو وناج شرو اصلاح لما بعضه dadku adu wana wanaasiyo wada walaaliyahay oo wada khayr qabo looma baahdo ka inay si islaaxiyo ma tala wanaajiyo laakiin waxa ka horeeya fasad dhaat albay baajira markii walaalaha muslimiinta dhexdooda xumaan timaado xumaantaas markaa ay cadaawad soo bedesho ayaa islaaxana markaas loo baahdaa waxaan ka horeyn doonaa maxaa keena fasad dhaat albay عذر كان لدوين أيوه فساد كي حمان تاع إصلاحين تأبى هذي مركه رم حاكينا تاين الفهنو عين كون رسين دونا حيلا بدن باكينا سبب بدن بولية طبعا شيدا باكوكا عمر ربي سو تعل إذا كان مسلمين تي مات يعني حمان يحقد ونحمره أولادي حمار نحمرته لبعتك نحد هذا وحسب القرآن كي رحينا وقول شيء سبحانه وتعالى أسبابك له وصورة صورة الحجرات آيات كذا كما تأينو كده يجندو إنه نصوص بدنا كرنا إملاء بدنا كتل ماتي لكن يعني سوء كوكب صننه وهكذا كا سد آيات كاسي أرد جنا تيرو الضبق الله صورة الحجرات وهكذا كا الأخبار والإشاعات الكاذبة wararka beenta iyo propagandaha la soo fidiyo ee dadka la dhex wado oo diradiraalnimo keenta oo xumaan keenta ayaa ka wakaa waxyaalaha ummada dhexdeeda baabiya ama wanaageeda xumeeya ilaahay waa tukadiga subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in
فتبينوا أن تصيب قوما بالجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إلهي وليه سبحانه وتعالى مؤمنيني هذه ور الآن له بريد سوق قارو روح عن وركي سلق هذا كان ورد سوق قارسيو إسكه بصدى أنت إذا كنت علم مصيبة وهذا هنا أيضا كم رجون مصيبة أجيستين ما دبعت أجيستين مركب فساد ككو واضح أبورة وربنا أعيد أنت شكتي على الله بصن أهون الله قاتي أود بدنا لقوا عمل فلي وكان فساد ذات البين تتكون حمان دحرته وهكما ده بغيه أما قرد هذا عدانك يضمع قفك وليه هاي إنه حق أنه الله ينهره هدي قفك من هذا كوحاس قلبك سكون رشو وحق أنه الله ينهره هراء ومارت يعني الضماعيه وشيدانك أقرحيه ومركاسه وباب تقيه حق ماتي حق دهراء وكس عدودونه إيه إيه نوحي كيتان حق دي حمارة ما دو عدي دي الضماع دماعي أما عدي ما تلدلمي دي حمام باكبير مسيور دفاع بيقليه وأنا تأيدك حكت إلى هيك الشيء سبحانه وتعالى فإن بقت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبقي بغي بين هالشيء حد جذب من كسعته عيد كمده هدي حد جذب يب وسد برسي وعيد كسعته وحي بعد فساد ذات البين إن ذاك يسأمني ويا أو من نو الضمع يوارر تجو من الدفاع قلوا ما تنفط وضل نجو حق يسوي الدفاع له هكذا حمام بكر لا تبضا وحكم إذا وحيلها كينا تذكرين فسهادان أم بين لسنعه أم بحمان اتماده السخرية والتحقير الآخرين إن لسي رئيسه لس قرصده وقف وقف كلا مسلم أم مؤمن رجع دمر كدورها هذا ويا رئيسه قرصده كده اللي له كشيس شيسه واحد دون تده يعني وكسوة قاضي وحان ماتي يعني معنا الهين أم ماتي حق يسوي كده وأنا تأيدك للشيخ سيد الله سبحانه وتعالى لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن هي لها فسادة البين كأبو ري كم تاي إن قفك حقي سلسين وهي وقدر كي سلسين وهي وقل لي لو لعي الله يا ريس طول حقيره هي لها رمضة ما تحمي كم تاي لبقف لحود بكدعي كرتا لبقى حود لحود بكدعي كرتا لبقى قبيل لحود بكدعي كرتا يعني واحد وحير كده صها هاتو مرة دي ما تيان ليس حق سينين فساد بقى إيمانية ذات البين تتكوني على على تمانة بعولة ده حارته واحد كم ده هي لها فساد ذات البين كان يدك ويسكت له أما ذاك يسكت نوعه وصل آيات كاسو من دبص عناية عيبته برير كاه قف كونه أب برير إنه قف كان عيب كشيء قوم قفكم عيب الله هين قفان عيب الله هين نقوم تشرب بن هذا كلاكير عيبه يقرصوي مك قفكم قصة ديار جربين وقفكم كل كسور كيدا أما قبيل كا كسور كيدا أما كوحدة كسور كيدا أما سياسة كل والله ما أما واحد كلها كل والله ما عنه عيب إنه قصة مايوم وعيب يعني دش كساره تاس هذه أي مكان سقف كاسي يعني كوك عاب كوك عاس كوك عضو واحد على السحمان ينعيب على ستعسنا إلهي وكدي سبحانه وتعالى ولا تلمزوا أنفسكم وايد كذا سوين هاي عابينا بين هيدي عاب هي سودي دينا وعابها ما تي يعني هي سودك وعابها إذا ما تي سوسة من إنسان هاي استعمالنا وهكون رقمنا وهكذا بده لقبيه هي نانيسو وفكر دعوية أم بعد الله شيء يلا يقول أنا سيا دعوية شخصها هذا قبيلها هذا كوها هذا إن نانيس لو سمعيه أو مكة نانيس تاسي لو قوية لقفك كالنك حناقية أم بكك قبنية وحي كانت فساد ذات البين ذات كبيني سنعام بي كانت تاسنا أسبابتك كانت النعيتان كي كمتها واتا إلهي لي سبحانه وتعالى ولا تنابسوا بالألقاب لقب يضا حنحن يا نانيسا حنحن هسلا دعينا هسكو تورتورنا بي إلهي سبحانه وتعالى وحاصل دي لوحي نوغر ريبية waxa la ilaalinaya waxa la wixii fasaad keenin laha ee xumaan beer laha ayaa laga joojinaya waxa kamid wax ilaaha fasaadka keena isla aayadkaas ay tilmaameen dhannu suu min al-akhareen dadka kale oo qofka xumaan uu ka maleysto oo aad ka maleysato ninka hebel ama qofka hebel ama umadaasi ama reerka ama maat yani kooxda ama xisbiga wuxuu doono dhaho cid ka soo horjeeda inay xumaan uu ku maleegayso
وأديك الشق ما تحمان تاضون أكش قينيس وأظن الصوب على الأرض وملحهم ملها حم قف كمارت يعني يقلب جيس الجلية وهذه يشركوا بيري يسون إنه مرديو يسميم ما يحرق ملك ولو جسوا مقيا دون كهرجي إنه وقف قف كفكره وأظن الصوب إذا حوي عن يشرين أيالا جاي وقف تاني وكفكره إلهي بل سبحانه وتعالى اجتنبوا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثمه ما لها بركي ومات يعني وذنبي كيف قاد به إلهي سبحانه وتعالى وحكمت وحي لها كينا إن ليصنعوا أنبا فساد ويمادوا وضدك ما أتعي علوبان التجسس إسبساسدة هي إستبقلك هي خرادين تعيبها قفك له قفك إنه كشقية وأنا بمات يعني إذا كشقيسو dadka in loo koor galo oo xeebahooda la soo baaro oo ku xoog xun guntooda la ogaado qof waliba banaadanka xeeb iska leeyah waana u qarsoon yahay xeebihiisa in qof ka daba shaqeeyaan xeebaha soo saaro oo qofka xeebihiisa raadiyo oo ka daba shaqeeyo oo sheeg sheego umada gaarsiiyo waxay keentaa in markaas in colaad iyo xumaan iyo xiqdi yimaado hadhow markaa fasaad meeshii yimaado iyo colaad iyo xumaan ilaahi baa subhanahu wa ta'ala wala tajassasu hays basasina baa ilaahi subhanahu wa ta'ala isbasaasina haystabagelina ceebaha qofka kale ha baarbaari bal rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxa uu inagu dhiirigelinaya man satara musliman satarahu allah ruuxa qof muslima ceebtiisa intuu ogaado astura ee daboolka saare qariya ilaahi baa qiyaamaha ceebihiisa astura marka in ceebaha lamaati la astura baa la doonaya kuwa kuu muuqde kuwa aan kuuba muuqan adigu baarbaarato maati yani dad soo faqdo oo dibadda soo dhigto waxa weeye masaaibka masaaibka runtii imkitaabe kamid tahay waxa kamida waxyaalaha maati yani fasaadka keena alghiba hanta ina qof la xamato qof kale ama ummadu mad kale la xamato oo dibadna hantaas ay meelo badan gasho qof kale hanti loo geeyo waxa soo heebal kulaha ka soo kulaha ka soo kulaha hanta way iska soconaysaa way iska gaadheysaa hadalku inta afkaaga ku jiro ama yimaro do afkaaga dhaafo ki kalena uu gaadhay taasna xiqdi iyo xumaan iyo waxa keenta fasaad bay keenta وانت الى الله سبحانه وتعالى هي سمعت يا سحمننا ولا يغتب بعضكم بعضا وحكم اذا وحي لها فساد كينا وان سو كوب كوبينا العصبيه القبليه قف كو امنون انه كشقي عصبيه دي قبيالد ومبدا كدغتا ان ريرو كسو جيدانا مقدس هي ان عيب لهين ريرك كلنا وعي ودا عيب يحي اون وناق بلحي قبيالد معناه وعين كاس qofka duu ta aamino waxa weeye fasaad baa markaan dhalanayo dadku way xarimaad xumeynayaan qof aan dambi lahayn baa dambi loo yeelayaa qof aan wanaag lahayn baa wanaag loo yeelayaa waa miisaan qaldan iyo cadaalad darri keenta taasina colaadna way keenta markaas waa tan u taglaanahay waa qab iyo qabyaalad weeye waxa la waxa Soomaali maanta dareena waa intaas waa qab isaga jira cid walba ka wanaagsan yahay cid la hadli karin cid wax u sheegi karin iyo qabyaalad uu leeyahay maati aanu mar walba cid la dulmaanahay waa la dulmaayo cid kale dambiga wadata waxa aan ku soo gabagabeynayaa 10 qodob weeyaan qodmaad wax yar halka soo diyaariye ee fasaadka keena ee markii horba dadka maati dhexdooda baabiyaan xumaanta dhaliya waxa kamid wax inagu soo beeray laba shay oo isbarkan waxa inagu soo beeray wax siyaasad la yiraahdo oo meel ala meel u jeeday meel ka jeeday la garanay oo runtii khariban oo aad u qariban oo aad moodo in damac uu indhala iyo maati kursi gaad iyo kursi difaaco arrinkeedu aanu ka badnay waxay keentaa taasina in dadka xumaan dhex galiso oo ololaya la galo oo dhaleeceyn la galo oo xumaan la galo oo la xalaashado xiil hay xaradeen lagu xalaashado qofka maalkiisa lagu xalaashado cirdigiisa lagu xalaashado wax walba la xalaashado siyaasada halka maati halka loo marayo iyo tulabaad oo taabarkano waxa weeye waa media haya eeclaamkii warbaahinta oo iyaguna aan sharciga Ilaahay aan ku xakameysnayne si aalayaala sida ay doonaba u dhaqma xumaan u dhan iyagu faafiya wax badal oo mashaakilna wararka ay maati faafiyeen muxuu haya laga soo ay sabab u yihiin khaasatan markii faraha ka baxday warbaahintu ee qof walba uu maati warbaahinta ka qayb qaato qof kasto maanta meel jooga moobilkiisu ka qayb qaata warbaahinta isaga intuu sameeyo sawirka iyo saaraya sheekada ayuu diraya dabeedna markaas la baahinaya cidima dhageystay wadaacadii iyo TV-yada cidima dhageysto kanaal isugu dara waxo dhan
dabeedna qof isagu intuu meel fadhiistay meel ku marqaamay oo deedna sawiriyiisa saaray muxuu ahay yacni sawiro sameeyey barnaamij sameeyey ayaa ummadda lagu dhexoofanaya waxaa lanaya wakaas waa kuwaa shiray waa kuwaa hadlay waa kuwaaso taasaa war laga dhigayaa rasmiya waana been la abaabulay oo gidaar lagu soo sameeyey arrimahaasoo dhan waxay keenaan marka lasoo ururiyo fasaadu dhaati albayn in dadkii muslimiinta ahaa walaalaha noqon lahaa ee la rabay inay walaalo noqdaan la rabay inay isjeclaadaan la rabay inay wada noolaadaan inay xumaan iyo makaa masiibo lagu dhex tuuro arrimaha ayaa arrimo badan oo kale oo waqtigu aanu inoo saamaxayn baa keena haddaynu u soo noqonno marka xumaanta noocaasi timaado ee fasaad iyo xumaan ummadda dhex gasho ee ay xumaan isu bedeshay iyo gacanka hadal iyo dagaal isu bedesho sidee loo islaaxinaya amba islaaxu muxuu muhiimad leeyahay haddaynu ku soo dhowaano islaaxu waxa weeye waa wanaajin makaa wixii xumaaday ayaa la wanaajinaya fadli badan buu leeyahay ilaahay baa qur-aanka wuxuu yihi tabaaraka wa tacaala ina allaha laa yudiicu ajra almuslixiin kuwa muslixiinta ee ku dhaqaaqa sulxa iyo wanaagga ka shaqeeya ilaahay subxaanahu wa tacaala abaalkooda ilaahay ma dayaco ilaahay subxaanahu wa tacaala isagoo muslimiinta u ogolaaday qofka muuminkii inuu wax iska dhiciyo oo maata yacni ilaahay wa jazaau sayi'atin sayi'atun mithluha ilaahay yidhi qofka haddii dhibaato loo geysto xaq wuxuu leeyahay dhibaatada in leeg inuu iska difaaco ilaahay baa xaqu siiyey subxaanahu wa tacaala difaac waa shay maata yacni ilaahay ma ogolaaday qof kasta laakiin maxaa ilaahay ka dambeysiyey faman cafaa wa aslaxa fa ajruhu cala allah ruuxa cafis la yimaada ee wanaagna sameeya halku xumaan ka samayn lahaa abaal weyn buu ilaahay ku leeyay subxaanahu wa tacaala waan nabigeenu sheegay sala allahu calayhi wasalam alaa akhbirukum bi afdala min darajati asiyaami wasalaati wasadaqa asxaabta isagoo nabigu la hadlaya calayhi wasalaam xadiiska abu daawuud soo saarayo ma idinka warrama wax ka fadli badan buu nabigu calayhi salaam yidhi darajada soomka iyo sadaqada iyo salaada qaaluu bala yaa rasuul allah noo sheeg bay dhahdeen wuxuu yihi salaaxu dhaati albayn dadka dhexdooda xumaanta dhex gasha oo laga saaro oo laga shaqeeyo ummadda in la islaaxiyo la wanaajiyo wixii xun laga hagaajiyo oo walaalo laga dhigo ayaa khayr badan oo taasa ka wanaagsan fa ina fasaada dhaati albayn hiya alxaaliqa bu nabigu calayhi salaam yidhi yacni fasaadka ummadka oo dhex gala iyo colaada iyo xumaanta iyo xiqdiga ummadda dhex gala waa xaaliqa xaaliqa macnaha waa tii waxyiraysay weeye diinta iyo iimaanka iyo oo dhux alaso waxaasoo dhan haddii xumaani timaado colaada timaado diintoo dhan bay baabiisaa hadla wixii kaa xaaraanaha bay ku xalaalinaysa dhiiggiisii qofkan maalkiisii cirdigiisii dalkiisii wax alla wixii diintu kaa xaaraantinimaysay ayaa colaadu hadday maata xumaato ay ku xalaalinaysa amba ay ku fududaynaysa marka nebigu wuxuu ku sheegay xaaliqa mid xiiraysa diinta sida timaha makiinada loogu xiiro ayaa colaada iyo xumaanta iyo fasaadku marku ummadda dhex galo diintiibuu ka baabi'iyaa oo ka xiira ahmiyadda ay leedahay ama uu leeyahay islaax dhaati albayn dadka oo la dhex qaado oo wanaag lagu dhex dhexaadiyo oo wanaaggooda laga shaqeeyo ahmiyad weyn bay leedahay falislaam waa marka koowaade waxa weeye waa cibaado weyn oo ilaahay loogu dhowaanayo subxaanahu wa tacaala cibaado aad u weyn weeye mar haddii maratay nabigu calayhi salam xadiis kaanu tilmaanay ajar weynna laga helaayo salaaddii iyo sadaqadii iyo soomkii oo maratay in ka fadla badanta la sheegay waa cibaado aad u weyn oo ilaahay loogu dhowaanayo ruuxa ka shaqeeya ee ku mashquulsan inuu ummadda dhexeeda wanaajiyo islaax kaga dhex shaqeeyo heshiisiin ka dhex doono qofkaasi cibaado weyn buu ku jiraa cibaado salaad oo keliya maaha cibaado weyn buu ku jiraa ilaahay ugu dhowaanayo subxaanahu wa tacaala islaax dhaati albayn dadka oo heshiis lala dhex qaado oo wanaaggooda la raadiyo had iyo jeer la isku mashquuliyaa waxa uu keenaa in la helo ummad isku duuban ummatun mutamaasika waatun waax muwaxada ummad midaysan oo isku duuban oo isjecel waayo waa cudur jirka marka cudur soo weeraro waa laga tallaalaa amba ka hortag baa la sameeyaa ama ka dabatag baa la sameeyaa waa laga daweeyaa maxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa qofkan caafimaadkiisa baa la rabaa inuu xubnihiisiis haystaa qof caafimaad qaba ummaddii maatay ya adduunyada ka manaafacsanaya inuu noqdo ummadduna noocaasoo kale weeye marka xumaane ku dhalato ee colaada ku dhex dhalanaysa ku dhex beermayso waa cudur ummaddii gelaya marka qofkan islaaxa ku jira ee wanaagjinta wadaa cudurkaasi ummadda ka daweynaya guud ahaan waxaanu rabaa ummad caafimaad qabta in la helo
مكاس لحظة البين مهمة إلا لو حكمدا ومضع أفماد قبطة أو سكدوبا أو عدود كليا وميل ودتشيدا أو سجعل وأدون يا أخرى ميل جاريسة أي إصلاح أورداليا هل كفساد كأي حمان تأي ما تبعيرها سي ومضع أي باب إيانة ما تكالقوقوية سلاح ذات البين وحيبات تغنطا اجتماع القلوب قلوب تومضع مدى سناتا وميل ودتشيسة أو خير كوي شيسة أو توفيق يواناقي يالتا هديس الفساد دي حمانة ما دو قلوب تويس خلافتا قلوب تويس خلافتا وعقاب وعقاب يعني محمد ين حريص وين قلبك بيل وذا شيس أو مضى أنت إلى هاي ما سبحانه وتعالى توفيق لحد جو وحيل السوق هذا ما يكون شيء سر نعوذ ذا شيس تو أو يسوى فقده والرحمة يوم حب اللي جوه الشيء وايو أقول لك لا شيس تو مر بلا خلاف أقول لك لا بربرانا وعقاب من الله الله ينجحه وحوي وشقده أم بعوانك إيمانك يعني إيمانك إلهي وحكوه سبحانه وتعالى إصلاحه إلهي وحليه تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم مؤمنين أنت إيمانك له وولا له إيمانك سيكو ولا له به ولا لكيهين هكذا دون هذا مدب كودي اللقدودي قبيل كودي ديغان كود هكذا دون هذا مرة دي مؤمنين إيمانك وذاك إيان وتوحيد كاسي الله سبحانه وتعالى وذاك يعني يوحي ما تكلا كحلا وولا على إله الله سبحانه وتعالى لكن يجو ولا على وابن آدم وحباس ودحك لك كره شيطان ما كان حشقين كره حمان توستوس كره فساد دائما كره أسبابها على صور شجع أسباب كره كوي مكره هاي إله الله سبحانه وتعالى ما هو ولا على الجداي إلى علف أصلح بين أخويكم ولا لهنا مؤمنين تا لحدود وناك كشقية وهذا يشروح دحي مادة خلافة كدح قادة بالإله إلي سبحانه وتعالى وناك قبدل وناك شقية أهمية بضم أيام مركز أوليها وناك قول لك شقية سيد الله قشقين يا ما حقا لك شقين يا وسلاح لك وضعية ما لا فر بضم أي أسلاح باها كو وحقوا باها بين الأفراد شخصياتك لابد قفة وحد حياة إن دحوظ الله قاله أولا المدول الرياضية علاطة دحت على لقال حقاضه أو له شي سيو وهلق الشقية إصلاح وكفرية بين الجماعات جماعي ذاك لدوان إيا كوحاك ذاك لدوان ما قاعدون هلا هذا إذك السهور كيدا يقولوا له حقا إذا سمع عشتين يسايا سمع تيعار كيدا يبدأ إذا الشيقان يسو إلا السو كيدا ولا وناتي دحدو ده وهو شي سنقل سمايا وميدان كلا أصقب كلا سمع تيصلاح على قوة ذكره وحال قوة ذكره في الأزواج والزوجات بين يعني أسرة في الأسرة أسرة نحديد يا قويس نحديس أيا ميدان كلا أو وناك يسلاحها أباهن لك شقية وقويس كوين نور سناده وقويس كو ماتو وتمرية وقوبت كدرشو وقمدو كترنتو وتربية دي ها كصوب بحض أيا لدونية هدي لبدو قفي مكا قويس كو وداك يا إس خلافان وران كما يلبض بك سعر ورطي إلهي اللي سبحانه وتعالى سلحي وناك لك شقية فبعثه حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما هل الله صار إله إلي سبحانه وتعالى مكي صورنا أفتأي يقد حدوده هل الله صار الله مارتي يعني أضيال حكم يحكم من حقه كبدا كسعوده من حقه ننكسعوده لبدا قف يقول وناك هديد دونان ويقال دونان بي إلهي سبحانه وتعالى وناك كده شقية مركا إن يعني قويس كده حديثي لك شقية إصلاحي وناك بي إلهي نفرية ما يربض القرآن كنه فرية دي حديث تبع بين المتداينين لبر روح الدين كله أياس تحوز هشيسين وباهن ونبيه هشيسي صلى الله عليه وسلم يعني وعد عدي النبي صلى الله عليه وسلم إنه ما أرتي يعني لبر إنه الدين كله مساج كده حس كقيلي أو من ما أرتي أولي هاي ما أرتي يجسوا أما يجده وكان لا والله إن أنا كدينين النبي كصاب حي وقريس كصاب حي صلى الله عليه وسلم ومرك رسول الله ما ترسو على سان واكي كإلهي قل عرنا إنه معروف سبيني أنا يا رسول الله كتقبل نمات يعني الشدر بركتك حول هاجة مرك رسول وان يا لي يا رسول الله كي كلام وركع وأنت كردهم بكون نبغى عليه سلام وإصلاح وهشي سين لو بدك قفل السوق شيء دو دين كيس كل هاي سايستا إن لدح قال أو ماتي كان وحي الله وحدوني أنا وحلا قرف دو كان كان نماتي لو حان كود ذا لي لحظة
ودخودو وناغ لا غشقهيو وا ميدان كلا اما غوب كلا اصلاح يي وانا جتو با اقاربتي ارحامتا ددك قرابدا اه كو ولالها كو ويل ماديركا كو ويل مابتيغا كو مارتي سو والدكا هاديا جير شيدان كو مارتي على كشقهيه انو اسكو دفتو اما استو سخمانتودا قف كينو دخ غلو او ريخمكيسا يي قرابديسا يي ددك كلا ماته جيرانكيسا با يا استقاد ما توحي ريخم هان اسو ديدان اما قرام هان اسو كلا بودن انو اسو كينو هشيسيو وناجيو wa miidan kala furan oo maati aad ay tahay islaax ay laga shaqeeyo waxa ka furan oo ay tahay in laga shaqeeyo qabaailka ama dawaaf kala duwan in laga dhax shaqeeyo oo maati nabiga sallallahu alayhi wasallam maati uu yeelay oo xadiisna noogu sugan in nabi uu ka dhax shaqeeyay qabaail isaysta jamaacad isaysta intaba nabi uu cad heshiisay yara wa miidan kala furan la doonayo in wixii ka xumaada degdeg loo dhex galo oo islaax iyo wanaag laga baadi doono laga shaqeysiyo oo taamaatay aayada quraanka ay ka hadlisay ayaaba kamida wa in daa'ifatani min almu'minina iqtatalu fa aslihu baynahuma fa in baghad ihdahuma 'ala al-ukhra faqatu allati tabghi hatta tafi'a ila amri llah ayadaas waxa ka hadlaysa laba maati aan kooxood oo jamaac jamaac suudila oo dabadna ilaahay leey subhanahu wa ta'ala dhaxgala haday istilaan kala dhaxgala oo heshiisinka dhax doona haddii mid gardaroonayso ta kala ugu gardaroolayo ta gardaran ee gardiidka ah wada qabtaba Ilaahay leey subhanahu wa ta'ala oo isugu taga xoogiin isugu geeya haday soo noqoto oo xaq u soo noqotana culad kale ha u qaadin dhaxdhaxaadintii waa si wada oo dadan golahi imaasiyo gooshiisu u keena waxa way waa talaabooyinka loo marayo wanaajintii islaaxay Ilaahay quraanka inuu sheegay meela farabadan ayaa markaa u baahan islaaxinta iyo wanaajinta oo marka la soo uriyo dhamaan wixii muxuu haa yani xumaan ah oo cid dhex taala oo dhan fardi ha noqdo jamaac ha noqdo qabiil ha noqdo sawjeed iyo sawjeed ha noqdo xaliyaala wixii xumaan dhex taalo magacu doona ha lahaade waxa ay noo furan inaynu dhex galo oo Ilaahay leey subhanahu wa ta'ala dhex gala oo ka shaqeeyo wanaagooda oo islaaxay wanaag raadiya nusuusta quraanka iyo kabaad hadiiska nabiga kaleey salaam ayay noogu maatay noogu buuxda waxaynu yara wax ka oran doonaa fiqhu islaah qofka marka uu doonayo ama cidii doonaysa inay cid dhaxdhaadiso oo wanaag ka dhex doonto oo xumaanta ka dhex taagan ay damiso dabka damiso wanaag iyo khayrna ku bedesho maxaa looga baahayaa maxay u maraya wixii diinteena nafartu ma intilmaamayna wixii kale ma aha mustaxad ku jirtay aqalka walaasina nasiinayna waa ku darsareyna waxa ka uu ka ah qofka doonaya inuu cid dhaxdhaadiyo cunto ma qab laba qof ha noqdeen ama laba qabiil ha noqdeen waxa ka uu ka aniya saalix fi hada amr arinta uu galaya inuu niyad wanaagsan ka leeyahay kow isagoo horta waan isbaara arinka uu dhex galiyo muxuu uga jeeda ma dan gaar ah kaga xidhan ma masab gaar uu ka doonaya ma magac buu ka doonaya ma maal buu ka doonaya waa inuu qofka horta hawl tagaya ee arinka galaya niyadiisa waa inuu saxawey aniya saalix waa shardi ilaahay baa subxaana taala wuxuu sheegay labada qof ee dhex galaya qoyska ilaahay muxuu yidhi in yuriida islaaxan yuwafiq allahu baynahuma labada ruux haday niyad wanaag ku dhaqaaqaan oo labaduba ay ka go'an tahay qoyska dajiya oo wanaajiya oonay wax kale u jeedin ilaahay baa talada waafajinaya waa mithaal ilaahay nasiye subxaana wa taala cid kastoo la dhaadinayo dad laba reer dhaxmaada dhaadinayso yaa dad laba shakhsi dhaadinayso waa inay niyadaada tahay labada qof wanaag kaga shaqeey waa adigu murad kale aad ka dhaxlahay waxa laba ah qofku inuu ka fogaado waxa leeyahay wixii masaalix gaara ama ahwaadiisa iyo wixii isaga wixiisaynayo inuu kaga shaqeeyo waxay dantu keento iyo wixii meesha ay yaala inuu la tacaamulo waa inuu niyada galiyaa xaaladu say tahay laakiin isagu iska jecel yahay iyo sida masaalix gaar ah isaga ugu jirta baa ugu badanayso inuu meesha ka saaro loo baahay waxaa ka maata saddexa inuu had iyo jeer ku dadaalo al-adl cadaalad ilaahay aayada wuxuu ku dhalay subxaana wa ta'aala aqsidu inna allaha yuhibbu al-muqsidin fa aslihu baynahuma bil-adl ay ilaahay aqsidu aslihu baynahuma bil-adl cadaaladu dhaxdhaxaadiya marka cadaalada mar walba waa laga tagin cadaaladu say tahay lagu dhaqmaa qofkii baarsan la leexiyo lagu soo leexiyo xaq lagu soo leexiyo al-adl
وأقصد إن الله يحب المقصدين قصدك وحوي وميزانك يتوازن كأرنده وشرط إيانا مقف كدوني وحاجاتيو وين عدالة إلى علي وي ومر ربا يسوه وكدوا إلى معتي محكبة وي وين عدالة إلى علي هذه الشيء وحكم ده التقوى الله كعبسك الله كعبسك ودبر قفك مسلم كدورة أو إلى علي هذه الله كعبسك ماشي كويرا هذا وقفك أسي أمبا كوحدة أمبا أوضياشة أمبا عدة وحد الحديثة الله كعبسك كويري هاي وحيالا بدأ بيقول نقلانية أحمد بيقول نقلانية لكن هذا قفك الله كعبسك يسو وين هي وحوقين هي واحد بدن أو صلاة النعيدة كسوق القلية وسكوا بنكره ويمر والبو حوي سقى إن رضى الله سبحانه وتعالى هاي لهير هالك يبرني ما حد يقول عقابين ما حد بيجسوا بيدينين ويا أريد إله بك عبصنية آخره حسوسية هاي نار بو حسوسية هاي شن ودونية أشرب كدونية مركا الله كعبس وح كمها وقوين إلا قدون يدك إصلاحية وناك كشقينية إن إلهك بقى سبحانه وتعالى والله كعبسكو ونقضي عنوانكو ذي مكا يعني هذا الهين تود النقض الصاليب تقف كواته ومرأي وحكم بدا وحكو دوين كرو إنو قفكو استعماله النجوى وصر سر إنو استعماله لو لتشيدو يعني وإنو قفكو هذه الشير لابد قفة ما تيسايا إنه سودح دحادي أو كان لفقه أو كان لفقه أو كان كلا لفقه كل ما تيع فقا إيو إيو وحي لها قارك وضع السيق رحنا يماشي إنا نشيقين هذا قول أن أمات يعني سر الشيكته أو ما كل لفق أي مات أي ميرس لقاران أو سرت أسيان داني كتش نين قولتك لإن لقارسي وإنا نشيقين حركا نهدي إنتان لقاران وإنا قولتك لإن نشيقين وإنا سر يد استعماله قفك ما تيستعاك وضع وإنا إنه فقط يتشروحي كل ما إياه وإنا كسوك بقبينا ولا ليان وحلو بهاي هي إنه كشقينه إصلاح بين الناس أما إصلاح ذات البين ومدي إنه ما يربى ضم بي كبكتا شيدان با دحقا ذو كشقيستي سياسة عن ميل لون بيل دي با كده شقيستي قبيالد يا عصبيات با ينقد شقيستي ومد وحوى يا شيدان با إسكودر على كوتاعي وحلو بهاي ضك وحجرت كا ضك أهل علم كا ضك محوها يا خبرة ضيا وضي نمضى يمحوها يعني أقول لها إما ده مدرسة الحشقيني تذكر علماء ده هذا كقويها كا وحلو بها إن الأرض قاق سلاح ذات البين وذكر سيد وناجل وجد الحشقين لها ولا علماء ده مدر الأرض سلها خلاف كي حمانت البير يلو تشوشين لها وواجب كل جنب بين سارا قف كستين وكهميو كف كره قف كستابا أودي سو كل قاقه لنيرته وهم فريا إن وناجك كشقيان maalaha maanta ay gacanta ku hayaan ay wararka isugu dira oo aanay xumaanta iyo propagandaha aanay faafinin taasna way gaadaran aad iyo aad u mahadsantihiin wabillahi tawfiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.